ثائر خميس الفياض المحمدي، الاسم الفني ثائر الفياض، مواليد 1975، الأنبار، الفلوجة، صقلاوية. أنهيت دراستي المتوسطة في الصقلاوية والإعدادية في الفلوجة. التحقت بكلية التربية جامعة الأنبار قسم القرآن الكريم عام 1994، تخرجت منها 1998. عملت كمدرس في سلك التربية والتعليم عام 2000. إذا أنت نجم تقدر تعادل لي ما ترهم بدوني وأرهم بدونك، وإذا أنت نجم لا تعتقد علية أصعد لك وجيبك ما يبعدونك، وإذا أنت عطر ما أعرضك بالسوق أخاف من العواذل لا يشمونك. بداية الشعرية كانت هذه البداية في مرحلة المتوسطة، أول كتاباتي الشعرية. صقلت هذه الموهبة أو التجربة الشعرية أثناء دراستي الجامعية، يعني كان الحافز في ذلك والصاقل والداعم الحقيقي دكتور علاء المعاضيدي رحمة الله عليه. إضافة إلى ذلك أنحدر من عائلة شعرية، يعني كل اللي موجود في هذه العائلة من أب وجد وعم وإخوة وأبناء عمومة يكتبون الشعر. هنا رمز المحبة والتآخي، أنا العربي والمضياب كردي. أقرب الناس إنه اللي هم اللي نتأثر بيهم من خلال احتكاكنا بيهم، ناجي إبراهيم أستاذ وعملاق بالشعر الفصيح وعملاق من عمالقة الشعر في محافظة الأنبار وعلى مستوى العراق. إضافة إلى ذلك الأستاذ محمد صباح بسبب اختلاطنا به من خلال الأسبوع الثقافي اللي كان يقام في الفلوجة، أو من خلال لقاءاتنا في الأماسي الشعرية من خلال المنتدى. إضافة إلى ذلك أهم من كان عون ومحفز ودافع أساسي في كتابة الشعر الفصيح عبد الواحد الفياض. دورت كل الأرض ملقيت مثلك بلد الأنبار ثارت في شق جار وتساكن بلد حقي إذا جنيت والعقل خف بلد أمريكي جاي غزي وجدام أرض وطن. أول انتمائي للاتحاد العام للشعراء الشعبيين، طبعاً أنا عضو الاتحاد الشعراء الشعبيين العراقيين منذ عام 1994، شاركت بالعديد من المهرجانات القطرية وبعض المهرجانات الخارجية، كذلك انتمائي لمنتدى شعراء الفلوجة 90 أضاف لي إضافات كثيرة، منها ما هو فني ومنها ما هو معنوي. أقصد بالفني أنه أضاف لشعري الكثير بسبب احتكاكي بالعديد من الشعراء البارزين اللامعين اللي اشتهرت أسماءهم حتى خارج البلد. إضافة إلى الشعر توجد لدي هوايات رياضية، منها كرة القدم والطائرة. إضافة إلى ذلك هواية مقربة إلى نفسي أو بالأحرى هي قرينة للشاعر في أغلب الوقت، اللي هي هواية الصيد. يعني أغلب الشعراء تجد أنهم يحبون هذه الهواية. النار تسعر والبشر ما يعقلون، يا نار كوني برد للي ما أظن اختارها، من هول ما يحدث ترى تشخص عيون، ويا رب تحفظ دير تهل صغارها وكبارها. الشعر مشروع، ومشروع خيري، ومشروع يجب أن يكون ذا مغزى عند الناس ويفهم. لهذا السبب تجد أننا نكتب الشعر الفصيح للطبقة المثقفة، ونكتب الشعر الشعبي لمن هم أقل ثقافة حتى يفهم هذا الموضوع، حتى نستطيع أن نوصل رسالة معينة إلى الناس يستفاد الناس من خلالها. الدعم الحقيقي لأي شاعر هو الجمهور، والجمهور يبدأ من البيت والعائلة والأصدقاء، حتى الإنسان ينعرف في أول ظهوره
أول ما عرفته عائلته تعرف هذه الموهبة، بعدها ينتشر من خلال الأصدقاء، بعد ذلك من خلال الإعلام يوصل إلى مرحلة النجومية أو إلى ما شابه. غريب أيها البلد، غريب أيها البلد، عجيب ملؤك العجب، أقاسي في محبته، أعاني سيل عاطفتي، أصارع شوقه غضبا، أفتش بيت حافيتي ولا ألقى لهم أثرا. لا يصح أن يكون ثائر الفياض إلا بوجود الداعم الحقيقي الجمهور، فهو أساس لكل شاعر وأساس لكل كرنفال واحتفالية وأساس وجود. فلا يصح أن يكون ثائر الفياض أو غيره من الشعراء من غير احتضان الجمهور لهم. فأعد جمهوري العزيز أن يكون هناك ظهور جديد آخر متألق، وكذلك إبداع جديد نقدمه لهذا الجمهور.